الأهلي يتحرك لحماية جوهرة الوسط وبيراميدز يلحق صفقة الزمالك والمحكمة الرياضية ترفض بس عقود لاعبيه. أنا سارة مبسم وهقول لكم الخلاصة. هنبدأ من نادي الأهلي وتحديدا مروان عطية اللي بيعتبر واحد من أهم لاعبي القلعة الحمراء واللي بيقدم مستويات مميزة من وقت انضمامه للأهلي والبعض بيعتبره جوهرة خط الوسط. مروان عطية اتقدم له وعود كتير جدا من مسؤولي النادي الأهلي علشان يتم تعديل مرتبه، خاصة انه بياخد 7 مليون جنيه في الموسم، لكنه عايز ياخد مرتب الفئة الأولى لأنه طبعاً لاعب دولي في المنتخب وبيشارك بشكل شبه مستمر في تشكيل الفريق الأحمر. لكن المشكلة إن الوعود دي ما تنفذتش، لكن طبعاً كابتن محمد رمضان المدير الرياضي في النادي الأهلي عمل جلسة مع وكيل أعمال مروان عطية وتناقشوا في طلبات اللاعب، خصوصاً إن عقده بينتهي في 2027 والنادي الأهلي بيدرس تمديد عقد مروان لمدة 4 سنوات مع زيادة مرتبه علشان تكون أول خطوة للحفاظ على جوهرة خط وسط الفارس الأحمر. نروح لنادي بيراميدز اللي بيسعى المسؤولين فيه خلال الفترة الحالية ان هم يضموا صفقة جديدة في خط الوسط، واللي عرفناه في الخلاصة ان يورتيتش المدرب الكرواتي لبيراميدز رفض تماما فكرة التوقيع مع لاعب وسط النادي الأهلي كريم نيدفيد لعدم قناعته بمستواه. والمفاجأة ان إدارة بيراميدز دخلت في مفاوضات لضم عمرو قلاوة لاعب سيراميكا كليوباترا، وطبعا اللاعب ده تحديدا بيعتبر هدف اساسي لصفقات نادي الزمالك اللي بيسعى لضمه خلال الصيف الحالي. واضح ان بيراميدز داخل بكل قوة في سوق الانتقالات السنة دي عشان ينافس على البطولات المحلية وكمان دوري ابطال افريقيا في الموسم الجديد، خاصة انه نجح في ضم لاعبين من العيار الثقيل زي عبد الرحمن مجدي من الاسماعيلي، يوسف اوباما صانع العاب الزمالك، واستعارة صديق اوجولا جناح سيراميكا كليوباترا لمدة موسم واحد، وكمان ضم طارق علاء ظهير ايمن سموحة. ولو نجح بيراميدز بقى في خطف عمرو القلاوة قبل الزمالك، هيبقى بيراميدز عمل دعم وتقوية لكل خطوطه في الملعب بلاعبين مميزين جدا من فرق الدوري الممتاز. لسه مع نادي بيراميدز اللي انصفته المحكمة الرياضية الدولية واللي قررت رفض الطلب المقدم من بعض لاعبين فريق الناشئين مواليد 2009 واللي طلبوا فيه فسخ التعاقد مع بيراميدز. المفاجأة ان المحكمة الرياضية الدولية رفضت طلب التدابير المؤقتة اللي تقدم بيه يوسف عبد الله، سعد طارق، يونس محمد سامي، ومحمد السيد الشحات، ومحمد ناجي، وخالد محمود ابراهيم، ومحمد علي، ويوسف محمود، ويوسف الطباخ، ومحمد هشام المكاوي يوم 4 اكتوبر 2024 في القضية ضد الاتحاد المصري لكرة القدم ونادي بيراميدز. واكدت المحكمة صحة موقف واجراءات نادي بيراميدز تجاه لاعبيه الناشئين وعدم أحقيتهم في تقديم طلب فسخ التعاقد. كده أنا قلت لحضراتكم الخلاصة. السؤال بقى، تفتكروا بيراميدز قادر على منافسة الأهلي والزمالك على البطولات المحلية والقارية؟ وكمان مين عمل موسم صفقات أقوى بين الثلاث فرق؟